كانت قراءة الأميتر 1 أمبير والفولتاميتر 15 فولت عندما كان المفتاح مفتوح. إذا نقدر نقول قانون أوم في بتساوي I في R. الفي قيمتها كام؟ 15 فولت. لما كان التيار اللي هيمر في المقاومة دي 1 أوم، يبقى المجهول عندنا R، إذا الـ R بـ 15 أوم، أي أن هذه المقاومة 15 أوم، هذه المقاومة 15 أوم، 15 أوم. طيب، بما أن عندما كانت الدائرة مفتوحة، مفتوحة أو هتساوي الـ V القوة الدافعة الكهربية، هتساويه وهي قوة الدافع وهي هي مغلقة، لأن نفس البطارية، نفس البطارية تكون مفتوحة ومغلقة. قوة الدفع بتساوي ايه؟ بتساوي شدة التيار في المقاومة زائد المقاومة الداخلية، برضو شدة التيار في المقاومة زائد المقاومة الداخلية، كله معلوم ما عدا، هيصبح كله معلوم ما عدا R الداخلية، المقاومة الداخلية، المقاومة الداخلية دي. التيار لما كانت الدايرة مفتوحة كان التيار 1 أمبير، وكانت المقاومة الدايرة دي مفتوحة كده، يبقى معناها عندنا مقاومتين بس، 15 و 15 على التوالي، يبقى 30، يبقى المقاومة دي 30، 30 أوم. أصبح عندنا مجهول واحد بس اللي هو المقاومة الداخلية اللي هي R. هنا نفس الطريقة، لما كانت الدايرة مغلقة كان التيار قراءته الأميتر كانت قراءته 1.31 1.31، والمقاومة أصبحت المقاومتين دول توازي أحد المقاومات على عددهم، يعني دي 15 على 2 7.5، معادي 15، يبقى معناها إن أصبحت 22.5 زائد R سمول. يبقى الـ 22.5 جم منين؟ جم إن المقاومتين دول توازي، حاصل ضربهم على حجمهم 15 في 15 على 15 في 15 أو أحد المقاومات على عددهم 15 على 2 7.5. لو جمعنا 7، جمعنا 7.5 زائد 15 اللي هي دهيت على التوالي، هيبقى الناتج، هيبقى الناتج 22.5. بفك الأقواس يبقى هنا 30 زائد R في الطرف ده، وفي الطرف ده بيساوي اضرب دي في دي، هيدينا 29.25 أو 5.747 أو 7.4 زائد 1.3 R. نضرب ده في دي ونضرب في دي، 1.31 R. دي بالموجب نعد هنا بالسالب، هيبقى لنا الجهادي 31 من 100 R، ودي بالموجب نعدها بالسالب هتبقى تقريبا 0.57 بالقسمة على المعامل ده. اذا R هتساوي تقريبا 1.7، يبقى R تقريبا هتساوي 2 أوم. وبالتعويض، وبالتعويض في المعادلة دهيت في الدائرة مفتوحة دهيت بالجزء ده بس، يبقى القوة الدافعة لما تكون الدائرة مفتوحة I هتساوي R في R سمول، كله معلوم ما عدا مين؟ القوة الدافعة الكهربية هذه، يساوي الاي وهي مفتوحة 1 أمبير، والار وهي مفتوحة دي مفتوحة 2.15، 5.15، 30، والمقاومة الداخلية 2، إذا القوة الدافعة بتساوي 32 فولت، وكده انتهى الحل.